أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسيير 3 رحلات اليوم وغدا والأربعاء المقبل لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمان، حيث ستشغل الملكية الرحلات في هذه المرحلة وبالتنسيق مع السلطات المعنية وحسب المستجدات في حينه. من جهتها أكدت هيئة الطيران المدني أن تشغيل الطيران في أجواء الأردن يسير بشكل اعتيادي. وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. يعني بداية كابتن، نتحدث عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمواجهة أي تغير في مسار الرحل، تفضل. شكرا. أنا بحب إن يعني نحكي الوضع الإقليمي بشكل عام غير مستقر، يعني ليس في منطقة واحدة، كل المنطقة. لذلك بهمنا سلامة وأمن تشغيل الرحلات الجوية المدنية إلى مطاراتنا والمغادرة والطائرات المغادرة من مطاراتنا والطائرات العابرة لأجوائنا. يتم ذلك بشكل مستمر، تقييم لسلامة الطيران، تقييم للأجواء ليس فقط في أجوائنا بل الأجواء المحيطة، وعلى أساسها يعني يتم اتخاذ قرارات بمسير أو اختيار مسار الرحلات الجوية أو اضطرارنا لاتخاذ إجراء آخر أحيانا بإيقاف الرحلات إن كانت المخاطر عالية. إلى الآن كل الأمور تسير بشكل طبيعي، الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة تسير بشكل طبيعي، لكن هناك تقييم مستمر ومتابعة حثيثة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة وكذلك مع دول الجوار والمنظمات الدولية كذلك بما يخص سلامة الطيران الدولي. نعم كابتن، يعني في حال حدث أي شيء أو ما من شأنه إعاقة الحركة الجوية، هل هناك خطة طوارئ جاهزة للتعامل مع ذلك؟ بكل تأكيد هناك خطة طوارئ تعاون للتعامل مع كافة الاحتمالات، كيف يتم التعامل مع الطائرات القادمة أو الطائرات التي تستعد للمغادرة أو الطائرات التي تقترب من أجواء المملكة لتحويل مساراتها إلى مطارات أخرى إن تطلب الأمر. إلى الآن الأمور تسير بشكل طبيعي، فمسارات الطائرات عادية وتشغيل الطيران عادي، إن شاء الله كل شيء يمر بشكل طبيعي. دائما هناك متابعة من الجهات المعنية، هيئة تنظيم الطيران تتابع الأمور ونعمل على أن لا نكون نعمل بردة فعل، أن نكون استباقيين وإجراءاتنا تحوطية إن شاء الله إن تطلب الأمر. نعم. أيضا هل هناك تنسيق وتعليمات للشركات الأردنية من قبل، وأيضا ما هي رسالة الهيئة للإخوة المسافرين؟ طبعا احنا يعني كجهة رقابية وتنظيمية للطيران المدني في الأردن، فشركاتنا الوطنية تأخذ توجيهات من عندنا بما يخص التشغيل. على سبيل المثال تقوم الآن الملكية الأردنية بالتشغيل وحصلت على تصاريح بالتشغيل إلى مطار بيروت الدولي، وذلك لتسهيل مغادرة المسافرين وخاصة الأردنيين طبعا وغيرهم المسافرين اللي بيرغبوا مغادرة لبنان. فهناك تصاريح ضمن إجراءات تقييم سلامي معين يتم بعدد أعلى من الرحلات الجوية تقوم الملكية اليوم وغدا وبعد غد وأمس كذلك بإجراء رحلات لمساعدة المسافرين الذي يرغبون في مغادرة الأراضي اللبنانية. هذا عمل مستمر، ويعني إن شاء الله الأمور تكون بأمن وسلام. نعم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني كابتن هيثم مستو، شكرا جزيلا لك.